مفهوم يا كابتن. طيب هسألك سؤال كابتن خاص بنادي الزمالك. حقيقة يعني أكيد مرحلة الانتقالات الشتوية كانت سريعة جدا، ونادي الزمالك كان بيحاول يعني أكتر أماكن عايز يجيبها في مناطق معينة، لكن هناك برضو بعض الأماكن كان محتاجها. شايف إن الانتقالات الصيفية القادمة محتاج إيه نادي الزمالك؟ وهل مثلا شايف بقى من بيراميدز، وإحنا بنتكلم كان في بعض اللاعبين برضو تردد إن هم يبقوا موجودين في نادي الزمالك في الصيف القادم، صف فتحي، بلاتي توريه، كابتن خالد رؤيته للمنطقة للمناطق بص، اعتقد الصيف والمراكز؟ الجاي، اعتقد الصيف الجاي طبعا الزمالك لازم يغير 4 اجانب من الـ5. هو الزمالك عنده 4 اجانب دلوقتي، اعتقد الوحيد اللي ممكن يكمل حمزه المسلوسي. سيف الجزيري ادى اداء كويس جدا فتره من الفترات، وابتدى يتراجع مستواه ويعود تاني، وعلى فكره لعيب ملتزم ولعيب مهم وادى بطولات كتير مع النادي. بس حان الوقت ان سيف الجزيري يغير من وجهته، وحان الوقت ان نادي الزمالك يدور على كواليتي مختلف عن سيف الجزيري. ابراهيم انضاي مش عامل الاضافه القويه، وسامسون اكينولا برده مش عامل الاضافه القويه، فاعتقد ان سيف الجزيري، ابراهيم انضاي، سامسون اكينولا، لابد من تغيير الـ3 لعيبه بـ3 لعيبه اقوى بكتير، ويعملوا اضافه لفريق الزمالك مع الابقاء على حمزه المسلوسي ومجيء لاعب خامس، يعني لاعب رابع مختلف كمان، لان الزمالك عنده مكان فاضي. يقال كمان ان في لعيب سوري هينضم، محمود الاسود، مع بدايه الموسم. انا ما صحيح. شفتوش وما اعرفوش بصراحه، صحيح كابتن بس خالد. انا شايف ان الزمالك محتاج باك ليفت، الزمالك محتاج باك رايت، الزمالك محتاج 2 باك ليفت، الزمالك محتاج على الاقل 1 باك رايت، الزمالك محتاج ثيرد باك، الزمالك محتاج راس حربة، الزمالك محتاج ديفندر. هي دي الأماكن اللي الزمالك محتاجها. طيب كابتن خالد، احنا بنقترب بقى من نهائي كاس مصر اللي هيقام في السعوديه، اخد رايك في الحاله الفنيه الحاليه اللي انت شفتها، سواء بقى للاهلي يوم الجمعه والشكل الفني بتاعه، وايضا نادي الزمالك النهارده من خلال الاداء والمكسب النهارده على ابو سليم. ماتش النهائي، هل برضه هنقول ان الماتشات دي لا تقاس بالمستوى الفني، ولا ممكن نقول ان يعني بعض العوامل اللي ممكن تغلب كفه ده على ده، كابتن من وجهه نظر كابتن خالد رمضان؟ بص، دايما الماتشات اللي بتقام في دوله الامارات او في المملكه العربيه السعوديه بتبقى مختلفه، وبتبقى فيها نسبه تنافس اقوى، وبتبقى فيها دوافع للفرقتين عن الماتشات اللي بتتلعب في مصر. بصراحه بيبقى في تفوق يعني بنسبه للنادي الاهلي، وبيبقى كمان تفوق نفسي كمان في المملكه العربيه السعوديه. اعتقد المباراة هتنقسم لنص ملعب اهلاوي ونص ملعب جماهيريه زملكاوي من للاثنين الجمهور، طبعا كبار. من الجمهور، وبالتالي دوافع اللعيبه مع نسبه، مع انها البطوله بتقام في المملكه العربيه السعوديه، معظم اللعيبه مع احترامي يعني في كتير منهم عايزين يحترفوا في السعوديه، الدوري السعودي عايزين يجي لهم عقود في المملكه العربيه السعوديه، وبالتالي هم كانها فاترينا عايزين يقدموا مستواهم في المباراه دي، وهي مباراه نسبه المشاهده فيها هتكون عاليه، لانها هتتذاع على اون تايم سبورت، وهتتذاع ايضا على SSC، وبالتالي وهيكون في وليد فراج هنا وابراهيم فايق هنا واستوديو تحليلي على اعلى مستوى وكاميرات ومبالغ ماليه واحسن لاعب في المباراه والبطوله وبطوله وحاجات كتير. فاعتقد انها هتكون دوافع اللعيبه موجوده، وهتكون 50-50، ماتش نار يعني يا كابتن. الزمالك مستواه رايح في الطالع، والنادي الاهلي مستواه ثابت حتى لو ما بيأديش بالمستوى المعروف عنه يعني، لكن بيقدم نتائج ودته للمركز الاول والصعود. صح. عنده مشاكل، غياب ياسر ابراهيم، غياب اليو ديانج، برضه تراجع مستوى بعض اللعيبه اللي موجوده، لكن عنده برضه لعيبه مميزه جدا تعمل الاضافه يعني. ان شاء الله نشوف ماتش نار يا كابتن زي ما انت بتقول كده. ان شاء الله اتوقع. كابتن خالد بشكرك وجودك معانا، كابتننا الكبير والاعلامي الكبير كابتن خالد الغندور، بشكر شكرا جزيلا. الحقيقه يعني الحديث عن مباراه الاهلي والزمالك القادمه هو لسه بدري شويه، لكن احنا بنتكلم ده ماتش بيبقى الحقيقه كل الناس بتفرش له من بدري، لان فعلا